تعيد تونس السبت فتح حدودها البرية والجوية والبحرية بالكامل، معلنة بذلك عودة تدريجية للحياة الطبيعية بعد أن أكدت السلطات السيطرة على فيروس كورونا المستجد. وصنفت وزارة الصحة بلدان العالم من حيث تفشي الفيروس إلى مناطق خضراء وبرتقالية وحمراء. وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قد حذر الخميس أمام البرلمان من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جراء تفشي الوباء، قائلاً إن النمو هذا العام سينكمش بنحو 6%، وأن كل مؤسسات الدولة باتت مفلساً.